السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. فيديو يا ستاتيستيك ديسكريبتيف دو سيمستر 2، سي لا بارتي نيمورو 25. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو ليكار تيب اي لو كويفيسيون دو فارياسيون. ليكار تيب اي لو كويفيسيون دو فارياسيون. ليكار تيب اي لو كويفيسيون دو فارياسيون بحالهم بحال لا فاريونس، سو سون دي كاركتيريستيك ولا دي بارامتر كي ميزور لا ديسبيرسيون دين ديستريبيسيون ستاتيستيك، يعني كنستعملو باش نقيسو لا ديستريبيسيون. دونك نبداو اول حاجه بليكار تيب. ليكار تيب، ليكار تيب كنرمزو ليه بحال هكا، ليكار تيب دو اكس. ليكار تيب شنو كيساوي؟ تو سامبلومون ليكار تيب راه ساهل، ليكار تيب هو الغاسين ديال الفاريونس دو اكس. ديجا شفنا كيفاش كنحسبو لا فاريونس، داكوغ. باغ كونتخ le coefficient de variation c'est v. Je peux calculer le degré de la le degré de la dispersion de la distribution comme sur le c'est v. Le coefficient de variation avec ça ou non l'écart type calculons à la moyenne arithmétique x bar avec x. كنقيسو به لا ديسبيرسيون. الى لقينا هاد الكوفيسيون دو فارياسيون طون فير زيرو، كان كيقرب صفر يعني قريب للصفر، كنقولو ان لا ديسبيرسيون اي فيبل. الى كان قريب للصفر يعني كيكون واحد الملاحظه مهمه، لا توجو كوفيسيون دو فارياسيون كيكون محصور بين صفر وواحد، هكا كيكون داير. إلا لقينا هاد الكوفيسيون دو فارياسيون قريب للصفر يعني أقل من 0.5، أنا كنقولو أنه لا ديسبيرسيون إي فيبل. إلا لقيناه طون فيغ أن كنقولو لا ديسبيرسيون إي فورت. طون إلا كان طون فيغ أن يعني المهم شوفو، كنقول لكم طون فيغ زيرو يعني أن هاد الكوفيسيون دو فارياسيون كيكون اصغر من 0.5. كوفيسيون دو فارياسيون طون فيغ ان يعني قريب لواحد، يعني ان الكوفيسيون دو فارياسيون كيكون اكبر من يساوي 0.5. انا كنقولو لا ديسبيرسيون اي فورت. داكوغ، دونك ناخدو اكزومبل نخدمو عليه. الوغ ديما الا بغيت نحسب الكوفيسيون دو فارياسيون راه خاصني نحسب اول حاجه اكس بار لا موين اريتميتيك، خاصني نحسب لا فاريونس ونحسب لي كارتي. داكوغ، عاد هاد لي كارتي راه كتسب من لا فاريونس، يعني هنا عندنا كا كونتيني، يعني خاصني ضروري نحسب السونتر. اول حاجه نبدا بها هو اكس بار سونتر سي اي. سونتر هو لو بورن انفيريور زائد لو بورن سيبيريور مقسوم على جوج، دونك 2.5 7.5 12.5 17.5. داكوغ، الوغ بغيت نحسب اكس بار هو واحد على ان لا سوم ديال ان اي فوا سي اي، يعني خصني ندير حنا على سي اي حيت عندي كا كونتيني، يعني خصني ندير بحال هكا. ان اي فوا سي اي، دونك نضربهم. دونك 70 فوا 2.5 175، 120 فوا 7.5 900، 140 فوا 12.5 1750، 30 فوا 17.5 525. نجمع عطتنا 3350. دونك لا موين اريتميتيك هو 3350 نقسمو على التوتال 360، عطات 9.3 ولا 30 بحال بحال. دابا نحسبو لافاريونس. لافاريونس دو اكس كنا كنخدمو بهاد العلاقة هادي، هي واحد على ان لا سوم
ديال ان اف سي او كاري ناقص اكس بار او كاري. يعني خاصني نزيد واحد الخانه في الطابلو نحسب فيها هاد ان اف و سي او كاري. ان اي فوا سي اي او كاري يعني هاد ان اي نضربها في سي اي او كاري، دونك 70 فوا 2.5 اوس 2. شوفوا 70 فوا 2.5 اوس 2 437.5، يعني هذا عندي اللي اوس 2. ابخي 120 نضربوها 7.5 اوس 2 عطاتنا 6750. ابخي 140 فوا 12.5 اوس 2 عطاتنا 21875. ابخي 30 فوا 17.5 اوس 2 عطاتنا 9187.5 ونجمع هادو. عطاتنا 47000. دونك باش نحسب لا فاريونس غنسد هاد 47000 مقسمه على التوتال 360 ناقص داكشي اللي خرج ليا في اكس بار او كاري 9.3 اوس 2. عطاتنا 44. هذا هو لا فاريونس. دونك لا فاريونس هو 44 فرقيل 06. دابا نحسبو لي كارتيب. لي كارتيب هو قلنا الجدر ديال فاريونس دو اكس، يعني الجدر 44.06. ستة فاصلة ستين. دونك لو كوفيسيون دو فارياسيون هو لي كارتيب لا اكس بار، يعني 6.63 لا 9.3. هاد 0.70 هذا راه طون فيغ ان قريب لواحد، دونك لا ديسبيرسيون اي فورت. دونك دابا باقي لينا في البارامتر ديسبيرسيون باقي لينا غير لي كار ابسولي مويان، غادي نديرو ان شاء الله في لا بارتي الجايه. اي ابخي نشوفو لي بارامتر دو لا فورم، يعني لابلاتيسمون اي لا سيميتري et les moments centrés et non centrés, moment simple, moment centré. Et après, je vois les paramètres de la concentration, à part que je vous dis la carte, parce qu'après, Inch'Allah, on trouve les parties locales, deux variables, Inch'Allah, c'est à la rythme, les parties. D'accord? Et pour la marque, elle doit partir, je dis, d'abord, je vais lire le baril court, je vais faire une playlist, 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 je vais اللي مشي حانه تكون ساليت كلشي وخدمت التمارين وخدمت ان شاء الله لي زيكزام. دونك السلام عليكم، هادشي اللي عندنا بور لا سيونس دوجوردي. جيسبيغ انكم استفدتم من ليكسبليكاسيون. شكرا على المتابعه ديالكم والى اللقاء.